بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي سادتي، أهلا وسهلا بكم. لن ننسى غزة على الإطلاق، لن ننسى حرب الإبادة والمجازر التي يرتكبها هذا العدو في جباليا وفي بيت لاهيا وفي شمال قطاع غزة. هذه مجازر بتصير حقيقة والعالم مغمض عينيه كليا، مأساة بكل معنى الكلمة. والله إني أنا ما عاد عندي قدرة أشوف شاشة التلفزيون، لأنه في يعني أشياء، ما يعني في فيديوهات وفي صور يعني بتخلي الواحد مش بس يحزن، يغضب على هالأمة، يغضب على هذا العالم، يغضب على كل المتواطئين، على كل المستسلمين من هؤلاء العرب. أنا ما بعرف كيف بشوفوش وجوههم في المرايا، هذول الحكام العرب، هذول الجنرالات العرب، هذول تعين الجيوش، ما بيشوفوا وجوههم، ما بيشوفوا تلفزيونات، ما بيقرأوا جرايد، ما بيقرأوا صحافة عربية وعالمية، حتى بديش أقول عربية لا، بس أقول عالمية. يعني شيء والله مذهل اللي بصير لأهلنا في جباليا وفي في كمان البيت لاهية وكل غزة. كل غزة أصبحت الآن مقبرة جماعية، كانت سجن جماعي، الآن تتحول غزة إلى مقبرة جماعية، والعالم بيتفرج، والعرب بيتفرجوا، والجامعة العربية بتتفرج. كل هؤلاء مأساة والله. بس يعني حبيت بس أذكر يعني وأوصل رسالة لأهلنا في غزة، إحنا معاكم، والله حتنتصروا، والله المشروع الصهيوني لن ينجح. بمناسبة المشروع الصهيوني، أنا الآن أصبحت الأمور واضحة جدا، في مشروع عربي إسلامي وفي مشروع صهيوني، يا إما بينجح العربي يا إما بينجح الصهيوني. وفي ظل هذا التواطؤ العربي، في ظل هذا الصمت العربي، في ظل هذا التعاون العربي مع الاحتلال، أنا شايف أنه احتمال كبير أنه ينجح المشروع الصهيوني. وبعد اليوم بدأوا بغزة، وبعدها انتقلوا للبنان، وبعدها حينتقلوا لمصر، وبعدها حينتقلوا للعراق، وحينتقلوا للمنطقة كلها. هذول ما بيتوقفوا، هذول يعني دائما بيطلبوا وبيقولوا هل من مزيد، هل والله لنظلهم يقاتلوا فينا ويقتلوا فينا لغاية ما يوصلوا لخيبر وينتقموا منا بسبب الخيبر. هذا هي وإبعادهم وطردهم من الجزيرة العربية. يعني شيء مأساة. الآن بدهم يقسموا مصر، وبدهم يقسموا لبنان، وبدهم يقسموا يعني حقيقة سوريا، وبدهم يقسموا ليبيا. أردوغان صح اليوم بقولنا بدهم يقيموا كردستان الكبرى. طب يا أخي ليش كنت نايم؟ ليش كنت نايم؟ ليش تواطأت معاهم في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل ده؟ ليش الآن بتقول لي بدهم يقيموا كردستان الكبرى؟ ليش رحت بدل ما تتصدى لهذا المشروع الصهيوني بتروح تتصدى للمشروع العربي وبتضعفه؟ الآن صحيت على كردستان الكبرى، أنت وثقت فيهم، وأنت حتى الآن بتعطيهم النفط. يعني لازم نحكي إحنا ولازم نوصل صوتنا. كردستان الكبرى طيب، ولا لا يقسموها كلها تركيا مش بس كردستان. هذه الحالة الحقيقة، تركيا ومصر كمان والعراق ولبنان، ويعني هذه ابدا ماشي. هذول زي البلدوزر، اذا كل ما انت بتضعف وتتنازل لهم بيزيدوا طلب وبيزيدوا تغول وتوغل في اراضينا. شفت الخرائط الاسرائيليه الجديده، شفت اجزاء من مصر واجزاء من السعوديه واجزاء من العراق واجزاء من سوريا واجزاء، يعني هاي القصه. هم يعني ما بيقولوا شيء الا بينفذوا. بس الان يعني عقيده بن غوريون اللي كانت يؤمنوا فيها، احنا اجبرناهم، احنا كعرب وكمقاومة اجبرناهم على تغييرها. ايش قال بن غوريون؟ قال بن غوريون انه لازم تكون حروب قصيرة وفي اراضي العدو او في الارض الاخر. هذه هي الان اجبروا على تغيير هذه العقيدة، المقاومة اجبرتهم على تغيير هذه العقيدة وعلى تغيير هذه الوصايا وهذه النصائح. الان اصبحوا في حروب طويلة، والحروب الآن تخاض على أرضهم في فلسطين المحتلة، هي أرضنا طبعا في فلسطين المحتلة هذه. وبعدين لم تعد هذه الحروب طويلة،
ليش؟ لانه الان هي 12 شهر في قطاع غزه، والان هيها كمان في لبنان 12 شهر وبتتطور، وتتطور الان بيطوروا هم في حاله سعار. خلينا اركز على لبنان شويه، ليش في حاله سعار؟ لانه مشروعهم ما مشى. الشمال الفلسطيني المحتل اصبح خاليا، اصبح يعني معطلا كليا، كل المستوطنين هربوا منه، بس هم بطلوا يحكوا الارقام. كمان المشروع او مستوطنات غلاف قطاع غزه كمان فاضيه ومهجوره، قال لك لا رجعوا، ولا حدا رجع، خايفين ومرعوبين. هم في حاله سعار الان في لبنان، بيستخدموا في لبنان الاسلوب اللي استخدموه في قطاع غزه، ما نجحوا في قطاع غزه لن ينجحوا في لبنان، ولن ينجحوا في جنوب لبنان، هذه المساله. طبعا الان بداوا يعني بدهم يدمروا اكبر مدينتين، دمروا القرى، بدهم يدمروا اكبر مدينتين في جنوب لبنان، بدهم يدمروا اللي هو مدينه صور، وهي مدينه صور الحزب الرئيسي فيها هي حركه امل، حركه امل الشيعيه. للأسف خلونا نحكي سني وشيعي، ودمروا النبطية، والآن بدهم ينتقلوا بعد النبطية وبعد صور بدهم ينتقلوا إلى صيدا، وبدهم ينتقلوا إلى بعلبك. هذه هي خطتهم، لأنه يجب أن يردعوا، يجب أن يردعوا. يعني أنا طب وين اللي هو هوكشتاين، اللي المسؤولين اللبنانيين اللي جلسوا مع هوكشتاين ما قالوا له هذا الكلام وما طردوا؟ انه انتوا قاعد كامريكان، انتوا اللي بتعطوا الضوء الاخضر لاسرائيل عشان تدمر لبنان، وهذا هو اللي بيصير. طيب انتوا ليش تقعدوا معاه وليش تحكوا معاه؟ طب ما اجاكم اكثر من 10 مرات قبل هيك، وكل مره يكذب عليكم ويروح ياخذ اللي بده اياه، انه بيجيبوا لنا وزير، بدنا والله رئيس لبناني فورا، وبدنا والله كمان ترسيم حدود البريه زي ما رسمنا الحدود البحريه، وعاد حيصير في تعاون. وين؟ طب وين؟ ليش أمريكا بتجوع الشعب اللبناني؟ بتجوع الشعب اللبناني عشان تقدم لبنان هدية لإسرائيل. بدهم يوسعوا إسرائيل وحدود إسرائيل، وهذا في تواطؤ أمريكي يعني مدروس وماشيين فيه، وححكي بعدين على الضربة الإسرائيلية القادمة ودور أمريكا فيها إذا ظل وقت طبعا. يعني هاي بلينكين غريب، بعتين هوكشتاين للبنان وبعتين بلينكين لدولة الاحتلال، ومنها راح على السعودية، ومنها حيروح على الأردن، ومنها حيروح على مصر. هذولا جايين ينشروا السموم، هذولا جايين يخدروا، هذولا جايين يعني يفرضوا التواطؤ على هاي الحكومات العربية، انه انتم ابعدوا، هل هذا انتم مش مستهدفين؟ كيف مش مستهدفين؟ مين؟ طب انتم اللي قسمتوا السودان، انتوا اللي دعمتوا الانقسام في السودان، وانتوا اللي حتدعموا الانقسام في مصر، وانتوا اللي اضعفتوا مصر، وانتوا اللي جوعتوها، وانتوا اللي وصلتوها لهذا الحال. هاي القصه. ونفس الشيء الان بخططوا للعراق. فانا بدي اقوله انه هاي صور اللي بيعملوه الان في صور، اصبحوا يتعاملوا مع صور زي مدينه غزه، انه لا اخلوا هذا الحي، لا روحوا على الحي الثاني، لا اخرجوا من هنا، والقصف يعني. طيب انا بسال الاستاذ نبيه بري رئيس مجلس النواب، طيب يا اخي لما بيجي بقصفوا اللي هي مدينه صور اللي فيها معظم اتباعك وحركه امل العظيمه اللي كانت يعني جنبا الى جنب مع حزب الله في مقاومه الاحتلال للبنان والعدوان على لبنان، طيب احنا مش لازم نقول للامريكان خلص انتم الان تتبنوا هذا المشروع الصهيوني لتدمير لبنان وحتى ضمه؟ يعني بيحكوا بن غفير بيحكي عن مستوطنات في لبنان، بيحكي عن مستوطنات كله على شريط الحدود الجديد اللي بدهم يعيدوا بنائه من اول وجديد، لكن في مقاومه، هذه المقاومة شجاعة. كل يوم الآن الصحف العبرية بتحكي انه كل يوم في 200 إلى 300 صاروخ من جنوب لبنان تنطلق على أهداف عسكرية، والآن أهداف اقتصادية في العمق الصهيوني المحتل، يعني على حيفا وعلى طبرية وعلى صفد وعلى عكا. الآن أصبحت الصواريخ أبدا، يعني لما بيطلع حزب الله ويتبنى عملية قصف غرفة نوم بنيامين نتنياهو ويقول احنا اللي قصفناها، هذا يعني بأن نتنياهو يعني سيعيش كل حياته او ما تبقى من حياته اذا بقيت الحياة، لكن حيضلهم المسيرة اللي وصلت له في قيصرية حتوصل له في اماكن اخرى وحتوصل للاخرين. المسألة نفس طويل احنا نحتاجه. فنتنياهو سيعيش كل حياته زي الجرد في الانفاق،
في غرف العمليات المدفونة تحت الأرض اللي هي غرف عمليات نووية أساسا. هذا هو الحال اللي هم بدهم يكونوا فيه. ففي جنوب لبنان الآن بقصفوا أبدا، بقصفوا الأهداف اقتصادية، وبعدين قصفوا مستوطنات، وفي قتلة، في قتلة مدنيين وعسكريين، وقصفوا يعني حقيقة اللي هي غليلوت اللي هي قاعدة الموساد وقاعدة الوحدة التجسسية، أكبر وحدة تجسسية في العالم اللي هي 8200. لا، أشقائنا في جنوب لبنان يبنون يعني يؤدون واجبهم على أكمل وجه حقيقة، ويتصدوا لهذا العدوان. والآن الحاضنة اللبنانية اللي بيحاولوا يدمروها زي ما فشلوا في تدميرها في قطاع غزة، بدهم يدمروا الحالة يعني الحاضنة اللبنانية، لن ينجحوا. الآن بالعكس، الأهل في لبنان بيطالبوا بتصعيد المقاومة، وطالبوا بالثأر، وعدم حتى يعني توفير أي هدف إسرائيلي اقتصادي، عسكري، إنساني، أي شيء. يعني لأنه كلهم هذول، حتى المستوطنين هذول أعضاء في الجيش الإسرائيلي، هذول أعضاء في الجيش الاحتياط الإسرائيلي. يعني لما بتصير قصفهم لا يقصفوا مدنيين، يقصفوا اللي هو جنود وضباط وغير ذلك. بس بدي أختم بحاجة مهمة جدا، معلش طولت شوية، اللي هو على اللي هي الضربة الإسرائيلية للبنان. بلينكين جاي عشان يخطط لهذه الضربة، مش عشان يخطط لوقف إطلاق النار على الإطلاق. جاي الضربة الإسرائيلية، أنا بحس إنه هاي الضربة حتكون كبيرة جدا. هاي لها أربع أهداف: الأول إنه تدمير المنشآت النووية، الثاني تدمير المنشآت العسكرية، الثالث تدمير النفط وآبار النفط وصناعة النفط في إيران، والرابع محاولة تغيير النظام في إيران. يعني هذه هي الأهداف الأربعة. فلذلك هم ماشيين في الخطة، يمكن نصحى بكرة بعد بكرة الله يعلم على هذه الضربة. وتصريحات المسؤولين الإيرانيين والرئيس خاصة يقول سيكون ردنا مفاجئا ومزلزلا. شكرا لكم، وإلى اللقاء يوم الجمعة بإذن الله.